المؤتمر الثالث اللي تنظمه بلادنا خاص ب التربية والتعليم وتكوين المهنيين. إذن الهدف الأساسي من هذا المؤتمر العربي وهو أولا تبادل الرؤى والتجارب فيما يخص التكفل الفعلي بشبابنا الراغب في التكوين، ثانيا تبادل الرؤى أيضا وإيجاد مينيموم يعني حد أدنى من التخصصات والشعب المهنية التي تتلائم وسوق الشغل المحلي والعربي ولما لا الدولي. ثالثا نأمل إلى إنجاد أرضية ومنصة افتراضية لتدمج داخلها كل التجارب والتخصصات والمهن التي لها علاقة مع سوق الشغل العربي. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.